ما كانش واحد يقدر انه في الجزائر المعيشة غلات فوق اللازم، ما كانش الا واحد مثل كبير واحد رخيص. نقول عليه رخيص ولا لازم، يعني ما تقدرش توصف شيء اخر اللي يجي يقول لك ما كانش منها، وقارنوا رواحكم بالاسعار تاع الخارج، وقارنوا رواحنا بالاجور تاع الخارج ثانية والحرام. شوفوا هذا وزير التجارة، هل أسعارك تقارن فيها بالأسعار الدولية؟ هل أسعارك تقارن فيها بالبورسات العالمية؟ هل أسعارك تقارن فيها الآن بما يعني يطبق في الدول العالمية؟ يعني ما لازمش نقولوا كلام فقط هكذا. الأسعار اليوم هي أسعار في الجزائر، الجزائريين هم السوق يراهم يستهلكوا في بعض المواد بأقل الأسعار، يعني لأنها أسعار مدعمة. عندما تتكلم على غلاء الأسعار لازم نكون عندنا مقارنة كصحفيين باش ننقلوا المعلومة، لازم ننقلوها كاملة وصحيحة. لذا أنا نقول بأن اليوم فيه بعض الأمور، فيه بعض التجاوزات اللي نقدر نقول لك بلي صح، فيه بعض التجاوزات لبعض الإخوان سامحهم الله يستغلوا وضع. مثلا شفناها في قضية الكليماتيزور، شفناها في قضية البقول الجافة، شفناها في بعض المواد. لكن في الدخول المدرسي حاليا اليوم إذا كان لاحظتوا في المعارض اللي قامت بها وزارة التجارة في 83 معرض، ما يعادل تقريبا معرض أو معرضين في كل ولاية. لليوم نظن باللي بكل وقاحة يجي يقول لك ما كاش يعني غلاء المعيشة، وقارنوا مع الخارج، وقارنوا مع الخارج. ياك في طول شحال سنين هذا راه محي من فرنسا، اخذ ايام من فرنسا بزاف، كيما في المغرب السميك في المغرب شحال، في المغرب السميك راه فايت 300 يورو، نحسبو بالورو باش نشوفو السومة كيفاش. 3600 درهم، يعني 350 درهم. في الجزائر شحال السميك؟ 20,000 دينار. نعطيك بالساعة تاع البنكة، راكو ساعة البنكة راهو خوطي، راهو 100 يورو متر، ما يلحقش 100 يورو بالساعة تاع البنكة. ونظلك نروح نشوف الأسعار تاع وين تعرف كم الأسعار؟ وين أسعار تاع السوق تاع الجزائر؟ تاع ليلة آخر، السردين شحال يشوى؟ 65,000، البن 10,000، البطاطا 8,000، السمن 4,000 48,000. العدس 41,000، الروس 33,000، 330 دينار. 330 دينار من حامل 2000 دينار شو قال؟ من 20,000 دينار شو قال؟ كلهم قارن مع الخارج، يقارن مع المغرب ما تسيبش روحك. وخلنا من بعد نقارنوا مثلا من تحت الطرق، عارف من تحت الطرق كنت راهي 2000 دينار وتصفقوا في الحالين، وتصفقوا وفي الحالين من تحت الطرق 2000 دينار. شوف من تحت يعني 2000 دينار هي تجي بالعملة الصعبة 13 يورو و84 صار في المغرب
مستويات نحيو هذه الدعالة باش نشوفو كلش. أنا بسلم الأول المبلغ السنوي 6334 درهم، ما يعادل تقريبا 600 أورو، ما يعادل 600 أورو يديها الطالب كل 3 شهور. عام 1900 في الشطر الأول، 1900 في الشطر الثاني، 2533 في الشطر الثالث. المبلغ السنوي بالدرهم عام 6334، يعني 600 أورو جزائري في العام. نديروا عملية حسابية، 13 أورو ضربها في 12، نديروا أو نارون ديري شيفر، هاي نديروا شيفر نخلوها في بلاد البترول 14 أورو. ما نحسبوش على السوق السوداء، لا لا لا، كان السوق الفراش تولي 8 أورو، لا لا 14 في 12 عنده 168 عنده 168 أورو في العام الجزائري. المغربي عنده 600 أورو في العام. في المستوى في السلم الثاني عنده 700 أورو، وفي السلم الثالث عنده 1200 أورو. احنا في الجزائر ما كانش سلم أول وثاني، يعني كاع الناس كيف كيف. 1200 أورو في العام، تقريب عنده 100 أورو في الشهر. يجي هذا النذل تاع وزير التجارة يقول لك ما كانش غلاء الأسعار، كان نوال إيه واش إيه؟ القارن مع الخارج، هنا قارنا لك مع الخارج، في المغرب تروح باثنين درهم، تاكل طاجين خضرة بعشرين درهم، يعني بدوزن، بدوزن، في الجزائر قلنا البورصة هذيك تجيب لك أربع ساندويتشات في الشهر. تربح وتولي تطلع 2000 دينار، الساندويتش 500 دينار 50000، وكان نحسبو حتى على 20000، يعني أقل ما يوجد، جيب لك 10 ساندويتشات في العام، هذاك ب 10 أيام، ساندويتش في النهار تقسمو بين الغدا والعشاء وفطور الصباح، ديك 10 أيام تحبس، ما يحبوش. قارن مع الخارج، حنا قارن عليك، الصحاب الكبار ما يقارنوش اللي كان يهضر معاهم ويغسل فيهم، الصحاب يجيو يقول لك كذا ويمد لهم في دروس، مش واحد قادر يقول له لا خذ لك الحساب، لا هذا الحساب 2000 درهم ديال 2000 دينار ديالك واش دير، 20000 دينار اللي يزوق بها تبون قال لك اسمي بزوج ملايين، ثاني يوم يلزمك اقل شيء اقل شيء اسمي 5 ملايين شيء، يعني وما تلحقش المستوى تاع المغربي، تحب تقارنوا بالخارج، نقارنوا، ما من الفرنسا ما نتكلموش، ما نتكلموش، السمي تاع الفرنسي يسمح لك تعدو السيارة، ويخلص ليسونس ديالو، ويدير كذا ومنا، وزيد عندهم مساعدات، عندهم مساعدات، عندو السي ام يو. كي داوي ما زيدش يخلص عند هذاك لابارتي اللي باش يخلصها هو تاع لا ميتيوال، لا تكلف بها الدولة، وعندو امتيازات أخرى في التريسيتي في الغاز في كتا، عندو كان مساعدات، سمي قالو 1200 أورو ولا 1300 أورو، تقارن بالسمي تاع الجزائر، حشمش، حشمش. هذيك تشوفوا بواقعها تاع الأزلام تاع العصابة تاع العراية،
هذا أكثر من عليان الزم على تعمل وزير نجاح نأتي إلى موضوع آخر. وضعوا كلمنا في نفس الوقت على منحة طالب في المغرب وفكرناها في الجزائر ومنحة طالب في فرنسا ومنادم منحة طالب في فرنسا من 400 أورو وطلع من 400 أورو وطلع هاي منحة طالب في فرنسا ويزيد لي زالوكاسيون فاميليال تاع بابا تاع بابا يكون يقرا في الجزائر حتى لاج دو 23 زون ومام درو لي زالوكاسيون الشباب. نجول الآن إلى مواضيع تاع الصح. نبدأ بموضوع تنحية مدير سمعتك الخدام بلجي. Shut up!